السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة جيمر سي فور. معكم محمود مصطفى. النهاردة معانا لعبة دارك أوربت. اللعبة دي عملنا لها قبل كده فيديوهات يا جماعة، هتلاقوها موجودة على القناة بتاعتنا أو في نفس البلاي ليست اللي أنا هضيف الفيديو ده متضاف فيها. تمام. طبعا اللعبة عن الفضاء. تمام. اللعبة لعبة متصفح يا جماعة، زي ما انتم عارفين هتلاقوا الفيديوهات دي شارحين فيها الأساسيات. احنا النهاردة الفيديو بتاعنا عن حاجة اسمها البلاديوم، او هما الاختصار بتاعها في اللعبة، يعني الاجانب عامة بيقولوا عليها بلا. تمام. موضوع المعدن ده ايه، او ايه قصته المعدن ده يا جماعة؟ بنجمع منه كل 15 تقدر تبدلهم بواحدة جالاكسي جيت اكسترا انرجي. ايه هي بقى الجالاكسي جيت اكسترا انرجي؟ جالاكسي جيت اكسترا انرجي دي يا جماعة اللي هي البوابات. تمام. اللي انتوا شايفين ده، انتوا شايفين هنا الخواتم، الرنج الذهبي ده اللي تحت، دي البوابات اللي انا قفلتها. مثلا انا حتى لو انا قفلت 3، حتى لو قررت تقفلهم بيفضل برضو نفس الشكل زي ما هو. طبعا في بوابات كتير، هم اكتر من 6 بوابات، حوالي 7 او 8 بوابات. طبعا كل بوابة ليها الجوايز بتاعتها غير التانية. الفكرة هنا بقى في الخريطة دي، كل الشركات، هم 3 شركات طبعا كلنا عارفين، الزهرة الأخضر والمريخ الأحمر والأرض الأزرق. 3 شركات بيجتمعوا في الخريطة دي. طبعا محدش بيضرب حد، بتبقى زي خريطة محايدة كده. بس مش معنى كده ان هي مفيهاش ضرب، لأ، فيها في عيال رخمة، وفيها هتلاقي عيال إتمة جدا، طول ما انت ماشي يقعد يقتل فيك، بالذات اللي هم الجنرالات مثلا، اللي هم الرتب العالية او اللي معاهم سفن قوية، بيجوا هنا يخنقوا على الناس. طبعا زي ما انتم شايفين التجميع هنا بياخد وقت، لازم تفضل واقف عليها شويه. دي برضو من الصعوبات اللي موجوده هنا، ان انت لازم تقف عليها شويه، تاخد شويه وقت. انا حتى لان زي ما انتم شايفين فوق هنا انا مجمع 805، السفينه دي بتشيل 1000 بس، فاحنا هنجمع ال1000 دي. نرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم تاني بعد ما جمعنا الألف. زي ما انتم شايفين كده جمعنا الألف بتاعتنا كده، الكارجو بتاعنا كامل. طبعا انا استخدمت البت زي ما انتم شايفين، ده اختصار للحيوان الأليف بتاعي. تمام، زي ما انتم شايفين طبعا بستخدم السكريبت بتاعه اللي هو اوتو ريسورس كولكت، ده يقدر يجمع اي ريسورس يقابلها. تمام، وفي برضو معايا اللوكيتور بحيث ان هو ايه يديني اتجاه الحاجه لو انا مثلا مش لاقيها، دي حاجه. تمام، بعد ما جمعنا الالف بقى نروح على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا، نعمل لوج اوت هنا عشان السفينه تفضل هنا. طب انا هروح هناك ازاي مثلا المكان اللي انا بعمل فيه تبديل للعمله دي؟ هنشوف دلوقتي طبعا معايا الخطوات. موضوع بسيط، اول حاجه طبعا لازم تكون سايب سفينه هناك في الخريطه دي. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة لازم طبعا تستخدم السفينة فونيكس، اول سفينة هتبدأ بيها. ليه بقى بنستخدم فونيكس؟ هنعرف دلوقتي. هنعملها اكتيفيت ونعمل ستارت جيم تاني. زي ما انتم شايفين دي السفينة اهي، شايفين طبعا الخط الاصفر ده، ده اتش بي زيادة او هيلث زيادة للسفينة بيجيلك من البوابات. فاحنا بنستخدم السفينة دي ليه؟ لان هي اقل سفينة هيلث 9000 بس، فالهيلث الزيادة ده بيجيلك فوق الهيلث بتاعك. فطبعا السفينة دي انت مش هتستخدمها تاني في اللعبة تقريبا بعد ما تجيب اول سفينة ليك بعدها يعني، فهي دي بنستخدمها. طبعا انا وصلتها هنا عن طريق الورب، عملت لها ورب من هنا طبعا وجبتها في المكان ده. دي الخريطة الوحيدة اللي هي 5-2، دي الخريطة الوحيدة اللي انت تقدر تعمل اكستشينج فيها للبلاديوم. زي ما انتم شايفين هنا احنا جمعنا 1000، طبعا هو اقصى حاجة اقدر ابدلها هي 990، هبدلهم ب66 اكسترا انرجي. نبدل ونعمل لوج اوت ونخش على الجالاكسي جيت. برضه هنفضل بنفس السفينة دي مش هنغيرها لغاية ما نخلص الجلاكسي. طبعا زي ما انتم شايفين هي دي البوابات كلها، الفا وبيتا وجاما ودلتا ابسلون زيتا كابا لمبادا كرونوس هيديز كبلر كبر. تمام، انا دلوقتي اللي انا بقفل فيها هي دي الابسلون جيت عشان خاطر الجايزة دي، ورب الحقها اصلا ده فاضل فيها ايه 5 ساعات. نبدأ. زي ما انتم شايفين كل كليك بيسحب من الانرجي بتاعتك، الانرجي هي اللي معانا 65 احنا استخدمناها دلوقتي. طبعا اغلب اللي انت بتكسبه من الجالاكسي جيت طبعا بيبقى ذخيره، يعني 67% ذخيره، 12% معدن الاكسينومويت، ده طبعا دي استخدامات تانية هنعرفها قدام. ريبير كريدت دي اللي بتصلح بيها السفينه وبتصلح بيها الدرون بتوعك. طبعا البارت اللي هي اجزاء البوابات 13%، نسبه انك تكسب اجزاء البوابات 13%. النانو هال اللي انا قلت لكم عليها اللي هو الخط الاصفر اللي كان في السفينه 4%. طبعا طول ما الخط الاصفر عندك مليان خلاص انساها، دي كده مش موجوده. 1% لوج ديسك برضو هنعرف استخدامها قدام. احنا دلوقتي اهم حاجه دلوقتي نجمع 99 جزء، دي طبعا بتجيلك لما بيجيلك جزء من الباب متكرر بيديلك دبل، يعني انك تعمل دبل زي ما شايفين كده. لما بيجيلك جزء من بوابه متكرر يجيلك حتة الدبل دي يا مسهل. اوقات بيبقى معايا عدد قليل وتلاقي جاب البوابة في منت، يبقى مثلا معاك كتير اكسترا انرجي وبرضه ما تجيبش، ممكن ما تجيبش قطعة واحدة من البوابة. هي دي يعني يعتبر اكتر حاجة رخمة في اللعبة بأمانة، ضيعت عليها مسابقات كتير برضه الحركة دي، ان انا مثلا اجمع كتير واجي ادخل مثلا عشان الحق اخلص مثلا مهمة او يبقى فاضل على البوابة 2 أو 3 قطع وتضيع بسبب كده. زي ما انتم شايفين احنا خلصنا حاجة وستين 66 ما جبناش غير جزء واحد بس من البوابة اهو حالا. دي الجوايز اللي احنا خدناها في 66 كليك دلوقتي، تقريبا كلهم 99% ذخيرة، هي مفيش غير مرة أو مرتين جبنا المعدن
وجبنا قطعة واحدة من البوابة. طبعا كده احنا معانا 82 من 99، طبعا هحاول اجمع اكتر من كده. انتوا شايفين الجوابات دي بالذات بيجي عليها مسابقات على طول، يعني زي ما انتوا شايفين دي بونص ريورد، دي جديدة مسابقة نازلة جديدة السنة دي في 2019. السنين اللي فاتت كان في مسابقات تانية برضه مختلفة، وفي برضه مسابقات الدبل، في مثلا بيبقى يوم حد بتبقى كل حاجة دبل، بتبقى كل بوابة بتديك الدبل، الجايزة دبل، او البونص ريورد زي اللي احنا شايفينها دي بتقعد 3 ايام بس كل يوم البوابة بتدي حاجة مختلفة عن التانية. طبعا النهاردة لازم اجيب السفينة دي، فانا هنضطر نقفل الفيديو على كده. و زي ما انتم شايفين كده ده كان خلاصة البلاديوم ازاي تجمعه، هنعرف ازاي تروح الخريطة دي من اول الخريطة الام بتاعتك لغاية الخريطة دي، دي تاني حاجة. وعرفنا ازاي نبدله، وعرفنا ليه ايه السفينة اللي نستخدمها واحنا بنبدله، وايه السفينة اللي هنستخدمها واحنا بنستخدم الاكسترا انرجي في الجالاكسي جيت بتاعنا. اللي عنده اي استفسار يا ريت يكلمنا، ويا ريت يا جماعه الاقي عرب موجودين في اللعبه، اللي هيحتاج اي مساعده في السيرفر انا عنيا ليه. طبعا انا في سيرفر جلوبال يوروب 7، اي حد حابب يشترك معانا في السيرفر او يخش يجرب اللعبه يا ريت يكلمني على الديسكورد او يبعت لينا في الكومنتات. وينتظرونا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير وحاجات اكتر عن دارك اوربت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.